معاناة وصراعات لا حصر لها عانتها لاعبة التنس التونسية سليمة صفر على مدار عقود ثقيلة، فلا لحظة تمر إلا ويستعيد ذهنها تفاصيل الواقعة المأساوية التي تعرضت لها في 12 من عمرها، إذ قام مدربها الفرنسي ريجيس دو كاميريه باغتصابها في منزله. فما القصة؟ اللاعبة التونسية التي أصبحت في 45 من عمرها اعترفت أن دو كاميريه المحكوم عليه عام 2014 بعشر سنوات بتهمة الاغتصاب قام باغتصابها هي أيضاً. على مدار سنوات لم تفصح سليمة عما تعرضت له، رغم استمرار الأذى الجسدي والنفسي الذي كبدها إياه على مدار 3 سنوات. لكن عقب قيام 26 لاعبة سابقة باتهام المدرب الفرنسي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، تشجعت سليمة للبوح ونفض معاناتها عنها بالإفصاح عن جريمة دو كاميريه في حقها التي ارتكبها قبل 35 عاماً.